طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في منبر مبادره الباحثين السودانيين بمحيط انسحاب القياده العامه الليله 15 رمضان الموافق 20 مايو 2019. الليله نواصل البرنامج بتاعنا، والان يا اخواننا في دراسه هتتعمل هنا في الاعتصام. الدراسه المشرف الرئيسي عليها بروفيسور حسن بلة، مش مستشار مجلس التخصصات الطبيه، واحد من ابرز العلماء في البحث العلمي في السودان. يعني بروف حسن بلة عنده سيره ذاتيه طويله جدا نشرناها قبل كده، من ضمنها انه كان شغال في افضل مستشفى في العالم اللي هو مستشفى جونز هوبكنز في امريكا. فهو ودكتوره ضحى، دكتوره ضحى شخصي هنعمل دراسه، الدراسه دي عارفها متطوعين. فبروف حسن بلة هيشرح الدراسه ما هي والكرايتيريا بتاعتها، دكتوره ضحى هتشرح الفوكس جروب، وبعدين هنختار متطوعين من هنا يشاركوا في الدراسه، وهنعمل بروفه انه الدراسه دي هيتعمل كيف. على الاقل الناس الموجودين هنا هيعرفوا كيف البحث النوعي الكواليتيف ريسيرش بيتعمل. فلو ما حتى لو انت ما متطوع عندك فرصه بتاعت تكون جزء من الدراسه عبر المعرفه بتاعت الحاجه. اتفضل يا بروف. دراسات كمية ودراسات نوعية. عادة الدراسات الاجتماعية زي الدراسة دي بتكون بنوعية البحث النوعي. طيب ليه نحن عايزين نستفيد من وجود الناس في الاعتصام دي ونجري الدراسة دي ونخلي النتائج جاهزة في أسرع فرصة؟ نحن نفتكر أنه الشيء اللي جرى في السودان يا أخواننا، أنتوا الآن جزء منه. من 19 ديسمبر إلى اليوم ده حدث وظاهرة غير مسبوقة في تاريخ السودان، غير مسبوقة في تاريخ السودان من كل النواحي. شيء يعني يكفي أن كثير من دول العالم الآن عرفت السودان، صح يا إخواننا؟ متابعين الأسافير، متابعين الواتسابات، متابعين الفيسبوك. أمريكا الجنوبية تتكلم على جماعة في فنزويلا دارين يعتصموا أمام القيادة كأسلوب لتغيير النظام. الآن إحنا معلم الشعوب، هو ده المقصود منه، الشعب السوداني معلم الشعوب. النرويجيين شايلين صورة البيت الكنداك اللي أي ألا والبيت الثانية رجعت البومبان، هذه رجعته بدري جدا يا إخواننا، وكانت معرضة لأشياء كثيرة جدا. الشجاعة السوداني مشهور، السوداني الرجل مشهور بالشجاعة، شجاعة يعني الخارقة. لكن الآن السودانية الكنداكة برهنت على شجاعتها يا إخوان، صح؟ البنت رجعت البومبان مرتين، الأولاد بعيدين وهي في نص البومبان، جرت شالته ورجعته اليوم، رموا واحد تاني مشت، الأولاد كانوا في كوركو، أرجع لي ورا أرجع ما اشتغلت بيهم. الآن بقت الصورة حقتها والشكل حقها لما كانت بترمي في البومبان، عملوه الفنانين، عملوه فن اسمه سلويد. سلويد ده الفن اللي بترسم فيه الإنسان كظل أسود. أها أنا متأكد اللوحة دي ستتداول في جميع أنحاء العالم. البرلمان البريطاني يتكلم عن ثورة السودان، الكونغرس الأمريكي يتكلم عن ثورة السودان. شفتوا توقيعات حقت الكونغرس من المشكلة؟ توقيعات رجال الكونغرس بيدعوا فيها المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية. الثورة دي حدث غير عادي، غير عادي في تاريخ السودان يا اخوان.
والشجاعة دي، الشجاعة اللي أبدوها أولادنا وبناتنا بالثورة دي لا تعدل إلا شجاعة الجماعة اللي استشهدوا في كرري، كانوا بيمشوا على الموت يا إخواننا. طيب يا اخواننا غير المايك كويس سامعيني كده؟ طيب ممتاز صوت واضح على الاقل يديني الاثنين يعني يقدر يكون عندي لغه شنو؟ جسد لا ما جسد جسد ده قالوا للميت لكن لغه جسم الجسم هو الحي جسد هو الميت الجثه الجنازه هي الجسد لكن كثير من الناس يقول لك لغة الجسد لا ما لغة الجسد لغة الجسم ها مهم جدا طيب يا إخواننا الشيء المتميز اللي حصل ده في السودان ده ما بيستحق الدراسة بيستحق له جوانب كثيرة كثيرة جدا بعدين فرصة عظيمة جدا أنه الناس اللي صنعوا المعجزة دي الآن موجودين هنا دي فرصة كبيرة لو حبينا نعمل الدراسة دي بعد ما الاعتصام ده ينفض إن شاء الله على خير يتبقى صعبة اللي في الناس صح أخواننا؟ صعبة صعبة جدا اللي فيهم فالمهم فكرة الدراسة أنه نحن عايزين نوثق للظاهرة دي البحث العلمي في 30 سنة بتاعت العهد البائد يعني أهمل إهمال كبير جدا جدا يا أخواننا والبحث العلمي أداء من أدوات التقدم لا بد من إعادة الاعتبار للبحث العلمي الدول المتقدمة تقاس بالإنفاق المادي على البحث العلمي الولايات المتحدة بتصرف مليارات الدولارات سنويا على البحث العلمي ولذلك الولايات المتحدة هي البلد اللي بيخرج منها الاكتشافات تخرج منها الأدوية تخرج منها التكنولوجيا يخرج منها الإنترنت ده كله لأنه في فلوس مرصودة للبحث العلمي في أمريكا فنحن يعني يمكن ما عندنا مقدرات الولايات المتحدة عشان ننفق على البحث لكن إذا أهملنا البحث نكون غلطنا غلطة كبيرة جدا جدا في يوم من الأيام كان في السودان حاجة اسمها المجلس القومي للبحوث سمعت بيه؟ في السبعينات كان في المجلس القومي للبحوث كان وزارة ورئيس المجلس القومي للبحوث كان بيجلس مع أعضاء مجلس الوزراء ده كله تخلص للأسف الشديد الآن بقى حي اسمه المركز القومي للبحوث بيويت صغيروني في الشارع بتاع المكلمة حاجة صغيرة يعني حقيقة احنا متقدمين للخلف للأسف الشديد كل شيء كان جيد كان شيء للخربيه كنا قطعة أرض لأفريقيا في كل شيء في الصحة في التعليم في القوات المسلحة في الخدمة المدنية كنا قطع حق العرض وده التعبير ده ما حقنا ده التعبير استعملوه الإنجليز عشان يصف السودان أيام الاستعمار يقول السودان كان شو بيس أوف أفريقيا هو قطعة أرض أفريقيا ده كله راح للأسف الشديد كله راح تدمر بنيان قوي أساسه متين كسره للأسف الشديد كسر مهمتنا صعبة مهمة الحكومة القادمة صعبة للغاية لأنه قدام تحديات لا عليها أول ولا آخر تحديات في التعليم تحديات في الصحة تحديات في الصناعة تحديات في الزراعة يا أخواننا وبالتالي زي ما قالت المتحدثة لا بد أنه نعلي قيم التسامح والاستماع للآخر الإمام الشافعي عنده مقولة رأيي صواب يحتمل الخطأ رأيي إيش؟ صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب شوفوا الكلام ده كيف الإمام الشافعي ده راجل كان مهين كون يقول الكلام رأيي صواب رأيي صواب يحتمل الخطأ
بيتكلم عن نفسه، هو بيفتكر انه رايه صواب يحتمل ايش ورايه غيري خطا يحتمل الصواب، معناه هو عنده لسه مساحه انه يقبل من غيره. وقال الامام الشافعي قال والله ما ناظرت احدا، عارفين المناظره لما يكون في اثنين كل واحد عنده راي كل واحد بيدافع عن رايه، المناظرة دي كل واحد بيسعى فيها انه ينتصر على الثاني على الثاني مش كده؟ قال والله ما ناظرت احدا الا سالت الله ان يجري الحق على لسانه فاتبعه. شوف الكلام ده كيف؟ البناظر ده داري ينتصر هو. الامام الشافعي قال لا والله ما ناظرت احدا الا سالت الله ان يجري الحق على لسانه فاتبعه. احنا لازم نرتقي الى المستوى ده يا اخوان، لازم نرتقي ركوب الراس والتشنج والتعصب كثير من الناس انت شايفينهم الان كيف المتطرفين ديل ما مقدم السودان ابدا، ديل منكفئين، ديل بيعانوا لورا. احنا عايزين نعايل وين يا اخوان؟ عايزين نعايل قدام، عايزين وما نعايل لورا الا عشان يساعدنا نعايل لقدام، لكن طوال طول الوقت احنا نعايل لورا لا. المهم الشباب هنا في الاعتصام ده ليه احنا فكرنا في الدراسه دي؟ فكرنا في الدراسه دي لانه نحن نفتكر ان الشباب في الاعتصام ده على درجه شباب مستنير وعلى درجه عاليه من الوعي حقيقه. أنا من خلال تواجدي في الاعتصام كذا مرة والله دخلتني طمأنينة أنه البلد دي مستقبلها زاهر إن شاء الله. مش كانوا بيقولوا والله ديل أولاد سجمانين رمدانين ديل جيل شنو ديل جيل شنو ديل جيل الإنقاذ من الإنقاذ إن شاء الله حيكون هو الإنقاذ بإذن الله. فنحن فكرنا بأنه الطليعة دي طليعة المجتمع دي اللي تتمتع بوعي خلاها تفتح صدرها للرصاص وتضحي وتقعد الليلة. لنا كم في الاعتصام ده يا دكتور أنور؟ 41 يوم. اخواننا 41 يوم اعتصام. انا والله بسمع بعض القنوات المصرية الناس بيتكلموا عن انه وين ثورتنا احنا؟ ثورة في السودان، الثورة في السودان. اخواننا المصريين ديل مع كامل الاحترام لهم ما دام بيعترفوا بهي للغير مش كده؟ دائما بيفتكروا هم لكن والله الان يتحدثوا عن ثوره السودان دي بصوره عجيبه، والناس البرة عندهم ثقه بانه هذه الثوره ستنجح، لن تكون كالثورات التي اجهضت، لن تجهض هذه الثوره. حريه سلام وعداله ثورك يا رسام. طيب اخواننا نحن دراسة دي عايزين نتعرف على تطلعات توجهات وتطلعات. توجهات معناها الناس بتفكر في شنو دايرة شنو جوا عندها شنو وتطلعات برضو بيأملوا في شنو. فدي الدراسة ستسود ثغرة كبيرة جدا في أدبيات السياسة. البحوث في السياسة قليلة جدا يا اخواننا في البلد دي. كثير من الناس يفهموا السياسة أنها طقحنك، أنها شنو؟ طقحنك، أنها مناورات، أن السياسة فن الممكن، مش عارف بتقول لك كده؟ النفاق الاجتماعي كلها جوهرات. عشان كده للأسف فقدنا الثقة في السياسيين، صح؟ فقدنا الثقة في السياسيين لأنهم طلعوا أي كلام زي ما بقولوا. فنحن يعني الدراسة دي يعني أهدافها باختصار، الهدف الأول التعرف على توجهات وتطلعات المعتصمين ورؤيتهم لمستقبل السودان. يعني أنتم قدامي دي رؤيتكم شنو لمستقبل السودان؟ طبعا نحن لما نوجه الأسئلة دي الناس بيفكروا، لازم يعني احنا حنجلس في جلسه خاصه حتشرحها الدكتوره ضحى ابو عبيد هي وراي حتشرح بالضبط احنا حنعمل شنو في الدراسه دي. فالهدف الاول التعرف على توجهات وتطلعات او توقعات المعتصمين ورؤيتهم لمستقبل السودان.
بأنه جنى. الهدف الثاني للدراسة دي ألف واحد يعيش كل غافر ساعد الحكومة الثورة على تبني سياسات مبنية على البراهين العلمية في زمن الفشل. ما في شغل كفانة عشوائية. كفانة إيش؟ عشوائية. إني واحد عنده نفوذ عنده قروش يقول له ليه مستشفى في الحلة حق واحد اللي يجيب المستشفى الورود والمتزل في زمن الفشل يستقبل الناس بلا أجل فيمعن النصوص في إعادة أبنوا لي مستشفى. أنا عايز أبنوا مستشفى في الحلة دي. الحلة كلها فيها 900 نفر عايز يبني فيها مستشفى. هل دي الأولوية يا إخواننا؟ الحلة دي غدا يكون فيها هتكون فيها مدرسة أولية لكن ما فيها مدرسة متوسطة. يبقى الأولوية مستشفى كذا طابق ولا مدرسة؟ نحن عايزين خطط الدولة تبنى على إيش؟ على نتائج البحث العلمي. نشوف الناس دائرة شنو؟ المطالب شنو؟ والاحتياجات الحقيقية شنو؟ العلم والاختراع كويس؟ فيبقى الهدف الثاني مساعدة حكومة الثورة على تبني سياسات مبنية على البراهين العلمية. احنا بنقول والله 70% من الشباب في الاعتصام بيروا كذا وكذا وكذا. يبقى الحكومة عشان تحقق تطلعات الشباب المعتصمين لازم تنتبه انه ده بالبحث العلمي 70% ثلاث ارباع الناس الموجودين متفقين على انه نحن تطلعاتنا كده احتياجاتنا كده. اوكي طيب ده الهدف الثاني ألف. الهدف الثاني باء عايزين نساعد الحكومة حكومة الثورة والحكومة الانتقالية وحتى الحكومات اللي بعدها إن شاء الله أنها نساعد على وضع الخطط وتنفيذ تطلعات شباب الثورة. الدراسة دي احنا بنسأل الناس نسألهم يا إخواني ومن ضمن الأسئلة بنشوف رأيهم أنه كيف نحن ممكن ننمي الريف مثلا. بنسأل الناس عن مناطقهم يا إخواننا أنتوا عندكم مشكلة تنمية أيوة عندنا مشكلة تنمية. إذا ما في مشكلة تنمية ما كان حصل هجرة ها بالصورة الحالية الغير مسبوقة